السلام عليكم. اليوم نروح لولاية خنشلة وبالضبط في بلدية الحمة اللي نقف على الأشغال نتاع المركز نتاع تدريب المنتخبات الوطنية اللي يقع بمنطقة عين السيلان. إذن واللي حسب الصور اللي عندنا المركز هذا راه يعني الأشغال انتهت به، بقات عملية تاع التجهيز نتاع المركز هذا، وكذلك بقيه الاشغال نتاع التهيئه الخارجيه. ان شاء الله الاشغال تنتهي في وقتها وتسلم مثل هذه المشاريع الهامه جدا في تطوير المنظومه الرياضيه بصفه عامه في الجزائر، خاصه في الولايات الداخليه اللي منها ولايه خنشله اللي تعرف نقص كبير في هذه المنشآت الرياضية. خليكم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.